مرحبا اخوي، كيف حالك؟ زين تمام. انا في 30 سنه هذا في محلات يبيع في القماش، يجي زياده مواطن، هذا يجي مال فجيره، مال رسول خيمه، مال ابو ظبي، مال علين، كله يجي من الامارات يبيع. انا قماش زين، يبيع تنزيلات رخيص، في حرير طبيعي، حرير في انجارو، ويل في ديجيتال، في كل شيء زين الحمد لله. يغسل ما يخترب، ما يتشسب، يعطيك صار زين ان شاء الله. يقول ناس يقول تال يفتح الساعة 8، يفتح الساعة 11 في الليل، بند هذا مال المحلات. يوم الجمعة بعد صبح بند، في الليل يفتح الساعة 4، يفتح 11 بند. كل قماش بي زين، ويل بي، حرير بي، راتي بي، انجارو بي، اي شيء بي يريد رخيص يعطيك تنزيلات. اني بي الحمد لله 30 سنه في شغل، اني سوي ما يسوي شاي ما بي الحمد لله. انا راضي، هذا شرطه زين، بلوش زين، شيخ محمد باد زين، قانون زين. انا سويت قانون مال سيده ما بي يعني تشدي تشدي، هذا بي ثلاث اربع نفر سوي اشتغل بيني مال الامارات. انا روح بعد 6 شهر بعد روح مال البلاد، بعد يجي الحمد لله كله زين. هذا انا راضي، هذا او سوى يعطيك خصم، يعطيك صار زين. الناس يقول يجي الحمد لله، انا سوى احترام يعطيك بعد صار زين، يا في قماش زين الحمد لله. انا راضي هذا.